معلن دين العظيم النادي الاهلي اللي فاز امبارح في مباراه نهائي الدوري الافريقي او بطوله افريقيا بنتيجه 2-1 امام الوداد المغربي. الحقيقه ردود افعال كتيره جدا جدا، والحقيقه عايز مش هنتكلم على فنيات، مش هنتكلم على حاجه تخص الفنيات، لان الحقيقه النادي الاهلي كمان قدم مباراه كبيره، الحقيقه مباراه كبيره تليق باسم النادي الاهلي، تليق بنهائي الافريقي. النادي الاهلي اعتقد من افضل المباريات على مستوى النهائيات قدمها خلال مباراه الوداد اللي فاتت. وكره القدم كده، كره القدم يعني ما فيش فرقه في العالم من اول دقيقه لاخر دقيقه هي اللي بتستحوذ بيب اهداف، وهي تكون المسيطره على المباراه طوال ال 90 دقيقه. المباراه بتروح وتيجي، المباراه النادي الاهلي الشوط الاولاني رائع، الشوط الثاني بدايه اقل شويه، وده وارد في كرة القدم طبيعي جدا. والحقيقة نتيجة 2-0 كنا سعداء بيها جدا، لكن 2-1 هتكلم على ردود الأفعال، يعني ردود أفعال غاضبة بشكل كبير جدا، كلنا زعلانين. جول هيفرق جدا معانا في المباراة الثانية، لكن خلينا نتكلم بكل امانه، مش هتوصل لدرجه الاحباط اللي انا بشوفها في عيون كتير من المشجعين النادي الاهلي. الحقيقه مفيش عند النادي الاهلي ما بين قوسين كلمه احباط او كلمه استسلام او كلمه رمينا الفوطه او كلمه لا الموضوع بقى صعب جدا جدا وصعب نعمل او 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 نكسب هنا. الكلام ده مش موجود في قاموس النادي الاهلي. الحقيقه كلنا متضايقين من الجون اللي جه فينا. 2-0 كانت نتيجه جيدة جدا للنادي الأهلي، لكن خلونا نرجع للتاريخ. النادي الأهلي مر بظروف صعبة كتيرة جدا على مستوى البطولات الأفريقية خاصة النهائيات، وكان في كل مرة بيثبت أنه النادي الأهلي، فلازم لغة الثقة لازم تكون موجودة، لغة التفاؤل لازم تكون موجودة. مش هتكلم على التحضير النفسي والفني للاعبين، لأن الجهاز الفني بيقوم بدور أكتر من رائع، واللاعبين على أعلى مستوى كل اللاعبين. يعني انا مش عايز اذكر حد بالاسم، لان كل اللاعبين الحقيقه يعني على مستوى الرجوله وعلى مستوى الاداء حدث ولا حرج. بتكلم على مستوى اداء النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت حدث ولا حرج. بتكلم على كوره جميله واهداف جميله حدث ولا حرج. فكل ده يدي لحضراتكم نوع اكيد من انواع الثقه، غير انك اهلاوي، غير انك بتتكلم عن النادي الاهلي، غير انك بتتكلم على افضل فريق على مستوى القاره الافريقيه، غير انك بتتكلم على النادي الحاصل على اكتر البطولات الافريقيه، غير انك بتتكلم على فريق معظم لعبته في المنتخب المصري وخبرات كثيره جدا في البطولات الافريقيه، غير لما بتتكلم على جماهير النادي الاهلي اللي دايما واقفه ورا فرقتها وبتديها الثقه. ودي الرساله اللي عايز انقلها لحضراتكم النهارده. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم، يعني انا مش عايز اقول كلمه احباط، لان الاحباط مش موجوده في قاموس النادي الاهلي ولا في قاموس جماهير النادي الاهلي، لكن مش عايزين نندرج تحت جزئيه هكلم فيها، جزئيه مهمه جدا ولازم نتعلم من اخطائنا على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى جماهير النادي الاهلي. ما تتكلموش كتير وما تعملوش دوشه كتير حوالين التحكيم، وهناك هيكون ايه، اصل فلان هيكلم فلان، اصل علان، ايه الكلام ده، غير مقبول ومش وقته دلوقتي، اللي احنا لازم نتعلم من اخطائنا. الدوشه اللي بتتعمل حوالين المباراه والكلام الكتير وتبدا تقول اصل هيحصل كذا، اصل الحكم ده هيكلموه، اصل فلان الفلاني عنده قوه كبيره جدا في الاتحاد الافريقي فممكن يمشي الامور لصالح الوداد، كل ده مش مطلوب دلوقتي. الحقيقه اللي مطلوب دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم الهدوء. الهدوء والتركيز على مستوى اللعيبه، على مستوى الاداره الفنيه، على مستوى الجماهير. مطلوب منك الهدوء والتركيز وتدي اللعيبه السبورت المطلوب في هذه المرحله. اللي انا بتكلم عليه هو ده المطلوب. يعني انا لو لعيب النادي الاهلي دلوقتي وموجود، هستنى ايه من جماهيري؟ هستنى المسانده، هستنى منه انه تاني بياكد الثقه وبياكد ان انت كنادي اهلي او لعيب نادي اهلي قادر انك تجيب ان شاء الله الكاس ال11 هناك من المغرب، دي لازم تكون موجوده. قادر انك تدي ثقه للاداره الفنيه ومارسيل اللي ادار اللقاء بشكل اكتر من رائع، كولر الحقيقه، وقدم مباراه كبيره جدا، بتدي ثقه لفرقتك، بتقول احنا وراك يا نادي اهلي وموجودين معاك لغايه ما ترجع بهذه الكاس الغاليه. مش مطلوب ابدا زي ما بقول لحضراتكم تبدا تخش واحنا نعلق اخطائنا على تحكيم النادي الاهلي، مش كده خالص خالص. يعني مش هنمشي ورا سكه التحكيم. التحكيم
عليه جزء كبير جدا وعليه علامات استفهام، لكن مش هتخش في نطاق ان هو ده خلاص الموضوع يا جماعه هناك منتهي والموضوع صعب جدا ويعني الامور خلصت وحاله الاحباط اللي موجوده فيها بعض من جماهير النادي الاهلي دي لازم تنتهي. الحقيقه لازم تنقل على طول وتعمل الترانزاكشن كده، انك تنقل على الحاله تفاؤل ثقه، عندك امال كبيره جدا وعندك ثقه ان ولادنا وابطالنا ان شاء الله قادرين على العوده بالكاس، انك هتقدم مباراه كبيره. ليه لا النادي الاهلي ما يروحش يكسب؟ يعني ايه يعني، هل يعني سؤال مطروح، هل النادي الاهلي ما يقدرش يروح يكسب هناك في المغرب؟ اكيد النادي الاهلي قادر. لازم في حاجات لازم تتعمل فنيات و و و كل ده على جنب، لكن قادر. قادر. هل النادي الاهلي، خلي بالكم احنا رايحين كسبانين يا جماعه، احنا مش رايحين مغلوبين، احنا رايحين كسبانين الشوط الاولاني 2-1، رايحين نلعب في اجواء، هتقولي الاجواء والجماهير و60,000 و70,000، كل اللعيبه الموجوده عندها هذه الخبرات وعندها الامكانيه وعندها الثقه انها تلعب قدام هذه الجماهير وهذا الضغط الكبير. هتقولي اصل ممكن التحكيم مالناش دعوه، انت حتى جوه الملعب كلاعب وكفريق ممكن جدا لو الحكم ضدك في بعض الظروف انت بتجبره بادائك ورجولتك وان شاء الله ربنا يكرمنا ويجيب جون واتنين انك تنهي الموضوع. هو ده المطلوب الفتره دي، مطلوب هدوء، وده انا اكيد حاسه من معسكر النادي الاهلي. خلاص التصريحات اتقفلت، الناس بتركز مليون في الميه في اللقاء اللي جاي، اللقاء اللي فات هيدرسوه ايه الاخطاء اللي حصلت، هنحضر للمباراه اللي جايه ازاي، التحضير الفني والتحضير النفسي مهم جدا. وزي ما بقول لك عندي ثقه كبيره جدا في اللاعبين، عندي ثقه كبيره جدا في الاداره الفنيه انها تهيئ هذه الاجواء الحقيقه اللي هي مطلوبه بشده، ده على مستوى الجهاز الفني واللاعبين. على مستوى الجماهير والسوشيال ميديا، الهدوء يا جماعه، الهدوء، ما تبرز حاجه محبطه، ما تديش رساله ولو غير مباشره ان الموضوع خلاص منتهي، الموضوع صعب يا جماعه هناك والجماهير كتيره وفلان هيكلم فلان والحكم هيكلم علان، القصه دي غير مطروحه وغير مقبوله في هذا الوقت. كل وقت وليه اذان زي ما بيقولوا. ان شاء الله كلنا منتظرين ان شاء الله عوده النادي الاهلي بالكاس الغاليه، وزي ما بقول لحضراتكم كل الثقه وكل السبورت وكل الدعم لفريق النادي الاهلي. وانا من هنا من قناه النادي الاهلي، تقولوا بقى لعيب سابق، تقولوا يعني اهلاوي يعني صميم، رساله للعيبه النادي الاهلي، كل الثقه فيكم، اديتوا مباراه كبيره جدا جدا على جميع المستويات، قرروا هذه المباراه ان شاء الله هناك وارجعوا لنا بالكاس. هي دي الرساله وهي دي الاجواء اللي اتمنى ان شاء الله خلال من النهارده لغايه يوم الاحد باذن الله انها تكون موجوده على السوشيال ميديا، ما يحب النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، هو ده المطلوب في هذه الفتره.